العباد هذه كلها لا من عنده حق لا من عنده حد شيء. نحن رانا ماشيين ونصعدوا، نحن جرحة تالا والقصريين وتونس. نحن يا خويا نحن يا خويا جرحة عملنا ثورة شيء يا خويا ومشيخين فيها الجماعة الشديد الكريسي. حبت كل عائلة شهيد تاخذ منها واحد لا جرحى ولا حتى شيء. احنا علاش ماشيين ومنا ماشيين كلنا في الجرحى في الشهداء كلنا مع بعض ولينا جينا فضلة ما حابينش ندخلوا المحكمة بالستينات. جينا للقصر جينا في بالنا جايين الرئيس شوية لقينا رئيس لقينا عائلات شهداء والجرحى حشك ولينا أرخص ظهر لي من الكلاب فهمتني. عاملوا بعثونا الجيش وبعثونا التعزيز، التعزيز اللي قلت له ولاد باش يزيدوا يقتلوا الامهات والاباء نتاعهم عائلاتهم يحبوا يزيدوا يقتلوا عليه كاين ولينا في دوله اخرى السنه. خد السيدة نعم. شكري الله يرحمه. قداش ليه استشهد تو؟ قداش ليه؟ عنده عامي. نهار ايش استشهد بالضبط؟ استشهد نهار 13 جانفي تو 13 جانفي هذا يعملوا العامي واحنا ما لقينا حتى حل. حتى السي بلال الشايب اللي جاء وطلب مني السماح وما نشر قتلت ونعمل شدوه جماعة السلفيين دخلوا الحبس ومن بعد عملوا معاه كيفاش خرجوه فهمت باش هو ما يتكلمش. وهو يعرف بلال الشايب يعرف عند شكون التعليمات شكون عطاها والدفتر اللي مقيدين فيه جماعة اللي ضربوا ولادنا في الكرم الغربي يعرف شكون. حتى احنا ثمانية شهداء ما لقينا حتى خط الجرحى ما لقينا حتى حق. لعيت لهم الحاكم باش الحاكم بحثهم باش الحاكم عمل معاهم حاجة ما لقينا حتى حل. ظهر لي ودي الحق انا باش ناخذوه بيدي نكملوا جلسات عظام ومن بعد يعمل الله يدالي. قال ليك هو تو رئيس جمهورية مش ولا هنا شفته من نهار الاثنين باش يصحوا على شو اسمه هذيك خلينا نجيو من الاخر شو اسمه اللجنه من نهار الاثنين باش تخرج اللجنه دار عليك واحد واحد فضيك مشاكل شوي تقول لي ما نفهم شيء شوي مش اربع سوايع خلينا نسمع بعضنا نسمع بعضنا ما يصيرش ما اتفقنا كل واحد يحب يوصل صوت اثنين بالحول الله من نهار الاثنين باش تنقلوا هما للجهات كل عائل شهيد وكل شريح وكل واحد يوصل صوته فما واحد واضح باش يجيو جبتهم بالله لا استنوا بهم يا علي يا علي سامحني يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا علي من اول شيء احنا انا ما نجيش باش نسمعوا الحديث.